عن التبول نتحدث، وبنتحدث طبعا عن أشياء كثيرة جدا ليها علاقة بهذا الأمر. دكتور، بالنسبة برضو للأطفال لما تكبر شوية 10 سنين و11 سنة، إيه علامات سكر الأطفال؟ طبعا التبول بكثير دلوقتي الأطفال بيجي سكر الأطفال بيبقى مختلف شوية. الطفل يبتدي يخش حمام أكتر، مبيقدرش يمسك نفسه، يبتدي عنده البول بينزل بلونه اختلف. لونه بيبقى ايه؟ بيبقى من ناحية الأبيض شوية، يبتدي يفتح شوية. بس أهم حاجة في الموضوع ده الطفل نفسه الأسلوب حياته اختلف، ابتدى أكله قل، ابتدى اللي هو التعب يبان عليه، إرهاق. ابتدى الطفل ده يبتدي يخاف من أصحابه، إن هو بيخش حمام أكتر، فيبتدي يقلق من يخرج مع أصحابه أكتر، فيبان على نفسيته بتختلف جامد جدا. بس هي الحاجة الكومن في الأطفال إن بيكتشف الأم بتكتشف اللي هو بيعمل بيخش حمام بسرعة أو بيخش حمام كتير، ساعتها نبتدي نشك إن هو سكر. في أم النهاردة قالت لي إيه سر إن العيال أول ما تنزل في سين تتبول؟ إحنا عايزين نعرف السر ده. والله ده احنا عايزين نعرف، كبار وصغيرين. وبعدين لما تخش في النوادي تلاقي البسين بتاع الأطفال دافي جدا، دافي طبعا، هم كلهم بيتبولوا فيه. إيه السر؟ إن هو الأطفال الصغيرة هي نفس فكرة الطفل وهو في الحضفاضة، بيحس إن هو الدنيا دافية، مرتاح، دافية. بس البسين ما بيبقاش، أيوة، المية بتاعت البسين بتديله إحساس. هو دايما حتى بيجي الناس اللي بيجي لهم حصر في البول بيفتحوا جنبيهم حنفية علشان ينزل إيه، يعملوا رياكشن ان يفتحوا ينزلوا البول. يعني فتح الحنفيه ده طلع اختراع فعلا يخلي البول ينزل. ماشي الميه، فالطفل بينزل ميه يبتدي يحس ان هو في الهابيتات الطبيعي بتاعه، انه مرتاح. لا، ان هو فيتبول ويبوظ لنا البسين. يعني كان جوه الام، جوه بطن الام هو جوه ميه، فهو عنده الذاكره بتاعته بتتكون من سن ال 6 شهور جوه الام، فبيفتكر حاجات كثيره جدا بتبقى عنده موجوده في المخ منها الميه. اول ما بينزل ميه تلاقيه عامل على طول.